اتحاد السله الحقيقه طلع بيان، لان اتحاد السله عنده منافسات وشغاله اليومين دول. كان عندنا النهارده المباراه اللي كنا نقلها لحضراتكم، اتحاد السله بعد اتحاد الكره الطائره بساعه او اتنين طلع البيان الاتي. بيان اتحاد السله قال: بناء على الخطاب الوارد من اللجنه الاولمبيه المصريه يوم 26/12 والخاصه بمواجهات انتشار فيروس كورونا، بضروره اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والاشتراطات الصحيه المتضمنه للاكواد المعتمده من اللجنه الطبيه العليا بوزاره الشباب والرياضه باقامه مختلف الانشطه والبطولات وخاصه المقامه على صالات مغطاه، فقد قرر مجلس اداره الاتحاد ما يلي: عمل مسحات لجميع الفرق المشاركه في نهائيات بطوله الدوري العام ممتاز الف والمرتبط رجال وسيدات والمقامه على صاله نادي القناه خلال الفتره من 26 الى 30/12. يبقى هيعمل في بطوله الدوري العام الممتاز الف مسحات، وهيعمل ايضا في بقيه الدوري المرتبط اللي احنا فيه دلوقتي. تأجيل مباريات بطولة الدوري العام الممتاز والمرتبط ألف سيدات والمقامة اليوم النهارده اللي كانت هتتلعب النهارده يوم 26/12 تأجلت إلى يوم الأحد اللي هو غدا يوم 27/12 لفرق السيدات فقط. استكمال باقي المباريات طبقا للجدول المعلن، وهنقول لحضراتكم إيه الجدول المعلن. تمام، آخر حاجة فتح باب التصعيد من مرحلة 18 سنة و20 سنة إلى الدرجة الأولى دون الاشتراطات إلى العدد وبدون الالتزام بمرحلة واحدة فقط استثنائي. ليه قرار ده استثنائي؟ عشان عدد الإصابات بكورونا. كان زمان بيبقى فيه 2 لعيبة بس بيتصعدوا، دلوقتي أنا ممكن يبقى عندي 6 لعيبة مصابين بكورونا وألعب زي ما اتحاد السلة طلع في قرار سابق، 6 لعيبة من أصل 14 هيبقى عندك بس 8 لاعبين، فكان في مشكلة إن لازم تصعد الناشئين.